مساء الخير. لم تقف دائرة العنف وتصعيد المتكرر بين الإسرائيليين والفلسطينيين عن الاتساع خلال العام المنصرم، بل ارتفعت حدة العنف بين الجانبين لدرجة جعلت من عام 2022 الأكثر دموية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ 16 عاما وفقا لوصف الأمم المتحدة. يدخل الآن العام الجديد في ظل وجود أحداث وملفات ساخنة على أجندة القضية الفلسطينية التي قد تكون فارقة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو وإقدام وزير الأمن الداخلي بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى. لذا تسعى الدولة المصرية بشتى الطرق وبالإمكانيات والسبل كافة للوصول إلى حلول عادلة من خلال تقارب وجهات النظر بين أبناء الشعب الفلسطيني لإنهاء حالة الانقسام والعمل بشكل جاد لصياغة رؤية فلسطينية موحدة لمواجهة التحديات، وخاصة أن ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية هو ارتباط دائم وثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي والجغرافيا والتاريخ والدم. لذلك لم يكن الموقف المصري على مر هذه العهود الطويلة يخضع لحسابات المصالح ولا للمساومات الدنيئة، ولهذا ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية ومحورية بالنسبة لمصر، حيث يعلم القاصي والداني أهمية دور وتاريخ القاهرة في دعم هذه القضية وما قدمته مصر والمصريون للشعب الفلسطيني على مر الأزمان. إلى أين تتجه الأوضاع بالأراضي المحتلة في عام 2023؟ هذا سيكون محور حوارنا مع ضيفنا الكريم داخل الاستوديو، سيادة السفير الدكتور يوسف الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية السابق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والمتخصص في الشؤون العربية والدولية. برحب بحضرتك معنا. نعم يا فندم، شكرا. أستأذنك نتابع هذا التقرير ثم نبدأ حوارنا. تفضل. وسط مزيد من التوترات السياسية واستمرار جمود عملية السلام، دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي في اجتماعه حول فلسطين إلى وقف العنف دون الدخول في المزيد من الخسائر والحد من استخدام القوة التي أسفرت عن 14 فلسطينيا بينهم 5 أطفال قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية وإصابة 114 فلسطينيا منذ بداية العام. كما ارتكب المستوطنون 63 هجمة ضد الفلسطينيين مما أدى إلى إصابة 28 بجروح بينهم 6 أطفال إضافة لتضرر الممتلكات. ورغم كل هذا تواصل إسرائيل التنكر لكل القرارات الأممية وتستمر في الاستيطان وقتل الفلسطينيين وتشويهم، وتواصل أيضا حملات الاعتقال التعسفية الجماعية التي شملت مئات الآلاف من الفلسطينيين وتحتجز حتى يومنا هذا مئات الجثامين للشهداء وتحرم أسرهم من إمكانية دفنهم. قرارات مجلس الأمن الدولي جاءت بدعوة كل الأطراف لضرورة اتخاذ خطوات فورية من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية وتحسين حركة الفلسطينيين ووصول المساعدات الإنسانية إليهم وتعزيز النشاط الاقتصادي الفلسطيني. أعربت ممثلة واشنطن في الأمم المتحدة أن بلادها ملتزمة بضرورة حل الدولتين، مشيرة أن السلام لن يتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لذا يجب التصدي للإجراءات الأحادية غير القانونية وتحديدا في القدس التي تمس الوضع القائم. فبعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي بدأت أعمالها باقتحام المسجد الأقصى، ليصبح حل الدولتين أكثر صعوبة في ظل توجهات هذه الحكومة التي أسقطت عملية السلام من أجندتها وتهدف لمواصلة الاستيطان والضم، ليجد الشعب الفلسطيني في عودة نتنياهو للسلطة عودة إلى المزيد من التوتر وانقطاع العلاقات والتواصل بين الطرفين. أما بالنسبة لفصائل المقاومة فهي ترى أن الوضع لن يتغير، لأن الجميع في كيان الاحتلال يسعى إلى قتل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وبالتالي فالمواجهة ستبقى مستمرة خاصة في ظل القرارات التي اتخذتها حكومة نتنياهو لمعاقبة السلطة الفلسطينية والاستيلاء على مخصصاتها المالية ردا لها على اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن كما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة لا تضع عملية السلام على رأس أولوياتها، بل تركز على إضعاف السلطة الفلسطينية وإنهاء أي أمل للشعب الفلسطيني بإقامة دولة لهم خلال الفترة المقبلة عبر سياسات تشمل ضم الضفة الغربية وسيطرة الاحتلال على مساحات جديدة وتنشيط الاستيطان وضم العديد من المستوطنات غير الشرعية في الضفة إلى إسرائيل، وهو ما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية. مرة أخرى مرحبا بك سيادة السفير دكتور يوسف الشرقاوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. في البداية، ما هي الرسائل الأمريكية من استثناء ممثلين عن أحزاب يمينية متطرفة من حضور اجتماعات وفد مجلس الشيوخ خلال زيارته لإسرائيل؟ أعتقد أنه يعني مع بداية هذا العام وتشكيل الحكومة الإسرائيلية المعروفة بتطرفها، نجد أن الإدارة الأمريكية الحالية، إدارة الرئيس بايدن الديمقراطي، أعتقد أنها يعني بادرت واتخذت هذه المبادرة، ودي تبقى رسالة للجانب الإسرائيلي أن الولايات المتحدة الأمريكية طبعا تأمن وتوفر كل الحماية اللازمة لإسرائيل، لكنها من على الجانب الآخر فإنها أيضا لا تقبل بالتطرف والتشدد في الإسرائيلي. لكن يعني ما أود أن أشير إليه أيضا، يعني الإدارة الأمريكية هذه خطوة إيجابية من جانب زيارة الوفد الأمريكي، تزامنت أيضا مع زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي حوالي 30 دبلوماسي من ممثلي الاتحاد الأوروبي وقناصل زاروا المسجد الأقصى. كل هذا يأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني ووقف الإجراءات الإسرائيلية الجديدة اللي احنا بنشوف اللي بيعملوها. أيضا كان في تحرك مصري أيضا من جانب السيد وزير الخارجية، وزير خارجية مصر اتصل الأمس مع السيد وزير خارجية إسرائيل اللي هو إلي كوهين. كان في تأكيد من الجانب المصري على رفض الإجراءات وحالية الجانب، على أهمية يعني العمل من أجل التوصل يعني إحياء عملية السلام وضرورة وقف الإجراءات التعسفية اللي بيقوم بها الجانب الإسرائيلي من وقت لآخر، ورفض طبعا إجراءات ما تتصل بالعمليات الاستيطان والتهجير والاعتقال وغير ذلك. طبعا التحرك المصري هذا بيأتي في تحركات منفصلة يعني مختلفة ومتنوعة. كان في تحرك أيضا في نيويورك من جانب سفيرنا النشط أسامة عبد الخالق في الولايات المتحدة في نيويورك، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تحدث أيضا وأكد على ثوابت الموقف المصري عندما كان يتم مناقشة هذه القضية في مجلس الأمن. طبعا غنى عن القول أن القضية الفلسطينية هي من القضية المركزية الأولى وصدارة أولوياتنا في كل مباحثات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظرائه سواء على المستوى الإقليمي العربي أو على المستوى الدولي. طب هنا سؤال يعني لابد منه، لماذا تصر إسرائيل على انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية، ونخص هنا بالذكر المسجد الأقصى المبارك، وهي تعلم أنه أمر موجع جدا للفلسطينيين وللمسلمين في كل أنحاء العالم؟ يعني شوف، الحكومة الإسرائيلية في رأيي الشخصي ما أقوله كله، الحكومة الإسرائيلية الحالية جاءت بطريقة ديمقراطية، وكان في نسبة مشاركة عالية جدا أكثر من 72%، وحصل أعتقد نتنياهو على حوالي 64 مقعد من 120 في الكنيست. لكن لأول مرة نجد أن هذه الحكومة ليس فيها على الجانب الآخر اليسار الإسرائيلي اللي هو أحيانا بيكون أقل يعني تطرفا من الحكومة الحالية. لكن أنا برضو أود أن أشير في هذا الشأن، لأن الحكومة الإسرائيلية أيا كانت، يعني لا يهمنا إذا كانت يعني ما يقولون متطرفة أو غير متطرفة،
يعني السلام المصري الإسرائيلي تم مع نتنياهو مع مناحم بيجن. مناحم بيجن. نعم. وشفت أنت حضرتك عارف مناحم بيجن وكل السادة المستمعين. وعلى فكرة الحروب اللي شنتها إسرائيل على العرب ومنها حرب 67 تمت في عهد اليسار الإسرائيلي. بالضبط. فكل ده يؤكد إن هم سواء يمين أو يسار كلهم سياستهم واحدة. لا خلاف بين اليمين واليسار في إسرائيل، وده يوصف بأنه متشدد أو متطرف وده أقل، لا هم كلهم في إطار تحقيق الأمن القومي الإسرائيلي وفي إطار تنفيذ المستهدف للصهيونية السياسية كل هذا يتم. يعني احنا لما نشوف مثلا عام 2022 قلنا كما أكثر الأعوام دموية، أكثر الأعوام فيما يتصل بتوسيع المستوطنات وعمليات الاعتقال وما شكل ذلك، يبقى فين بقى الالتزام بالسلام والاتفاقات الإقليمية والدولية؟ فين اللي احنا بنقوله كل شوية ومن خلال الأمم المتحدة ومن خلال الولايات المتحدة حتى نفسها من ضرورة يعني تنفيذ حل الدولتين ورؤية حل الدولتين؟ كل هذا لا يطبق. نعم. طب سيدا حضرتك معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد نبيل مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في فلسطين المحتلة. أستاذ محمد بعد مساء الخير، صف لنا واقع المشهد الأمني في الأراضي المحتلة اليوم عقب صلاة الجمعة. أهلا وسهلا بحضرتك وضيفك الكريم. هو يعني من الممكن الحديث عن الواقع الأمني على مدار الساعة وطوال الأسبوع، يعني نقدر نقول أنه خلال الأسابيع الأولى من عهد الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو والتي توصف بأنها الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، لا تكاد ساعة تمر دون اقتحام قوات الاحتلال لمخيم أو حدوث مواجهة بين الفلسطينيين والمستوطنين المدعومين من قبل جيش الاحتلال، خاصة في مناطق نقاط التماس الكثيرة في الضفة الغربية في ظل الانتشار السرطاني للمستوطنات. لكن يوم الجمعة على وجه التحديد يعني بيكون فيه زيادة في وتيرة المواجهات نظرا لوجود مسيرات تنظم بشكل أسبوعي في محافظات شمال الضفة تحديدا، وهذه المسيرات تخرج ضد التوسع الاستيطاني في المناطق المهددة بالاحتلال من قبل المستوطنين. بيقابل ده الجيش الاحتلال بالقمع، يعني بيقمع هذه المظاهرات باستخدام قنابل غاز ورصاص المطاطي والرصاص الحي ايضا يعني اذا تطلب الامر، وما يتسبب في سقوط جرحى وشهداء احيانا. طيب كان في احتجاجات يا استاذ محمد يعني ضد نتنياهو لانه حاول كما وصفه بعض المراقبين ان هو يقوم بانقلاب على القضاء الإسرائيلي وأنه يعدل في القوانين القضائية، إلى أين وصلت الأمور في هذا المضمار اللي هو أثار ردود فعل مناوئة لنتنياهو في إسرائيل؟ صحيح. هو المحكمة العليا الإسرائيلية قبل يومين يعني أطلقت تعيين زعيم حزب شاذ أرييه درعي وزيرا للداخلية في حكومة نتنياهو، وده أدى لهزة كبيرة جدا في حكومة نتنياهو الائتلافية، وهو ما سيزيد في اعتقادي من حدة التوترات المتفاقمة بالفعل بين حكومة نتنياهو والمحكمة العليا الإسرائيلية خلال الفترة القادمة. أما بخصوص ما سيترتب أو ما سيحدث نتيجة لهذا الخلاف، هو أمر يصعب التكهن به لأن العملية السياسية في إسرائيل متقلبة للغاية وتخضع لمتغيرات عديدة، ولكن أتصور شخصيا يعني ألا تستمر الحكومة الحالية إذا وصل يمين متطرف متمثلا في وزير الأمن الداخلي إتمار بن جفير وبتسلائيل سموتريتش وزير المالية الذي منح صلاحيات الإدارة المدنية في الضفة الغربية، إذا وصلوا تنفيذ الأجندة المتطرفة على الأرض، يعني بالتحديد إذا سعوا لتغيير الوضع التاريخي القائم بالمسجد الأقصى، اعتقد ان يعني ده هيفجر الوضع في المنطقه وقد يشعل حرب دينيه، خاصه اذا سعوا لتنفيذ التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الاقصى كما هو الحال في المسجد الابراهيمي في الخليل. طب بن جفير هل يعتزم القيام بمحاولات اخرى لاقتحام باحه المسجد الاقصى المبارك؟ لا اعتقد خلال الفتره القادمه
لان اقتحامه الاخير سبب رد فعل غاضبة جدا اقليميا وفلسطينيا ودوليا. وكمان في ضغوط مورسة على حكومة نتنياهو، ويعني اعتقد انه يقدم عن هذا الامر خلال الفترة القادمة. عايز اشير لحضرتك ان النهاردة حصل يعني تطور كبير. ليلة الماضية اقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في جنوب نابلس، تزامن ذلك مع زيارة مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان واجتماعه مع مسؤولين اسرائيليين ومع القيادة الفلسطينية. صباح اليوم يبدو ان في ضغط حول مورس على حكومة نتنياهو، دفع وزير الدفاع يواف جالانت الى اصدار امر اخلاء البؤرة الاستيطانية. يعني لكن وزير المالية سموتريتش اللي تم تخويله كما ذكرت من صلاحيات كبيرة في الضفة الغربية بموجب اتفاق تشكيل حكومة مع نتنياهو، أصدر تعليمات لمنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بوقف تنفيذ الإخلاء لحين مناقشة الأمر في الاجتماع الأسبوعي للحكومة بعد غد الأحد يعني. وهو ما يعكس انقساما شديدا داخل الحكومة الائتلافية برئاسة نتنياهو. كيف يتعامل أو سيتعامل الفلسطينيون مع هذه الحكومة شديدة التطرف والتي وصل تطرفها حتى أنها منعت يعني وزير أردني من دخول باحة المسجد الأقصى المبارك؟ بخصوص تعامل الفلسطينيين، يعني في جانب من الجانب الفلسطيني هناك جهات فلسطينية مخولة بالتواصل مع المجتمع الإسرائيلي لحشد دعم الأطراف التي يمكن وصفها بالمعتدلة نوعا في المجتمع الإسرائيلي، والتي تؤمن بحق الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بالقدس الشرقية عاصمة لها، وإن كان الواقع على الأرض يعني يشير إلى استحالة هذا الأمر نتيجة المستوطنات التي انتشرت بشكل سرطاني في الضفة الغربية. يعني لك أن تتخيل أن منطقة جيم بتشكل حوالي 62% من الأراضي في الضفة الغربية، وتنتشر عليها مستوطنات بشكل سرطاني. أعتقد أن ده هيكون جزء كبير جدا في الفترة القادمة، يعني تواصل يعني الفلسطينيين مع يعني. طب ماذا عن الشارع الفلسطيني؟ يعني هل هناك انتفاضات منتظرة من الشارع الفلسطيني تجاه ما تقوم به هذه الحكومة المتطرفة في المسجد الأقصى المبارك؟ والله الموضوع بيكون مرهون بأي تطور إسرائيلي كبير أو انتهاك خطير يتعلق بالمسجد الأقصى، كما حدث في هبة أيار سنة 2020 بعد اقتحام آلاف من أفراد الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى يوم 28 رمضان. ويعني وحينها حضرتك تذكر يعني اصدرت كتاب عز الدين القسام بيان طلبت فيه القوات الاسرائيليه بالانسحاب من المسجد الاقصى وامهلتهم ساعات قليله، ولما لم تتلقى استجابه بدات اطلاق صواريخ من قطاع غزه على اسرائيل، واطلق خلال يعني 11 يوم 4000 صاروخ. يعني عموما الايام القادمه يعني يبدو انها تحمل الكثير. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد نبيل مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في فلسطين المحتلة، شكرا لحضرتك. برجع لحضرتك سيادة السفير دكتور يوسف الشرقاوي، يعني كيف تقرأ الحراك العربي والإقليمي والدولي بشأن الأراضي المحتلة، وكان آخر هذا الحراك في مجلس الأمن الدولي؟ تمام. هو الحقيقة يعني اللي يهمني قبل ذلك بعد إذن حضرتك الحراك الإسرائيلي هذا كله يعني في منتهى الخطورة، لأنه إسرائيل بتقدم نفسها للعالم كله على أنها دولة ديمقراطية ليبرالية ديمقراطية وهكذا، ومن ثم هذا بيؤثر على يعني زيادة حجم المساعدات الأمريكية سنوية سواء من المنظمات اليهودية أو غيرها. لكن ما يهمنا في هذا الشأن انه اليومين الثلاثة الاخرى هذه الكنيسة مرر قانون يخلي السلطة يخلي الكنيسة يعدل بعض القوانين اللي تضعف من السلطة القضائية، ليس يعني اخرها مثلا القانون اللي هو
اللي كان واحد لو في حد واخد عليه حكم وما تنفذش ممكن يبقى وزير. هل اللي أدى بنتنياهو ان هو يعبث في قانون القضاء في إسرائيل اتهامات الفساد العديدة الموجهة لي، ولا هذا الأمر له أبعاد أخرى لا نعلم؟ له أبعاد أخرى، يعني منها مثلا طبعا التيارات المتطرفة دي حضرتك لها برامج، في برامج كتير متنوعة، منها مثلا موضوع تجنيد المتدينين، هم بيرفضوا هذا. التيارات العلمانية أو الليبرالية بتسعى إلى ذلك. ده من قضايا الشائكة الكبيرة، إلى جانب طبعا المضي في المستوطنات والحاجات اللي هي معروفة والاعتقال وكذا. لكن الخطورة اللي أنا شخصيا برضو بأخشى منها هي موضوع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى زي الحرم الإبراهيمي. ومن ثم يجب أن يكون يعني هناك اهتمام على مستوى مثلا جامعة الدول العربية، على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، على مستوى الأمم المتحدة بكل مؤسساتها، بهذا ان احنا نحافظ على الوضع القانوني والتاريخي الدائم لمدينة القدس، مع التأكيد طبعا على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 4 يونيو 67 بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريفة. ده مهم جدا عشان نواجه هذا الحراك الإسرائيلي الداخلي. الناحية الثانية بقى على المستوى العربي، طبعا المستوى العربي في منتهى الأهمية، وهنا نبدأ من قمة الجزائر وإعلان لم الشمل ودور مصر ثم الجزائر أيضا في التقريب ما بين الفصائل الفلسطينية، يجعلنا هذا يعني نؤكد برضو في بنقطة مهمة جدا، أهمية وحدة الحركة الوطنية الفلسطينية، وهنا أيضا دور مصر يبرز في يعني سلسلة التقاربات التي والمصالحات التي قامت بها مصر قبل ذلك. إذن يجب العمل أيضا من الآن، لا ننتظر ماذا تفعله إسرائيل الآن، ممكن الوضع ينفجر في أي وقت. أنا متوقع شخصيا هذا، أن احتمال المتطرفين اليهود في المسجد الأقصى الحاجات اللي بيعملوها كل يوم دي تثير الفصائل الفلسطينية. وفعلا الفصائل قالت أن عملية اقتحام بن جفير لباحث المسجد الأقصى المبارك يعني من الممكن أن تؤدي في ختام أو في نهاية المطاف إلى حرب دينية في المنطقة. Exactly. حضرتك نعم. تؤيد هذا الكلام؟ يعني أنا يعني أنا مش عاوز أقول يعني حرب دينية، لكن يعني هذا غير مقبول لقانونا من وجهة نظر القانون الدولي، ومعروف إن ده انتهاك صارخ لسلطات الاحتلال كما هو معروف. وفين أين سلطة الأردن اللي هي التي تلتزم بالوصاية على الأماكن المقدسة المسجد الأقصى والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية؟ ويصل بالسلطات الإسرائيلية أنها تمنع سفير الأردن من دخول المسجد الأقصى وتقول إيه بزعم أنه ما كانش فيه تنسيق مسبق. طب ما هو أنت لما تلغي الراجل داخل يصلي مثلا يعني لا ما تصليش. لا ما هي من الناحية القانونية بقى، أنت لما تقول ما فيش تنسيق مسبق يعني معناها أن أنت بتلغي الوضع القانوني، يعني المسألة لا تؤخذ ببساطة. لكن هي من ناحية دبلوماسية معناها أنه بيقول أن الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى انتهى. لأن يعني إسرائيل كسلطة كسلطة هي بتجدها اللي احنا بنعتبرها سلطة الاحتلال هي التي تقرر يدخل سفير الأردن ولا ما يدخلش. فطبعا هذا يعني نضع هذا أيضا نصب أعيننا أن هذا التحرك غير مقبول، ومن ثم لازم يكون في تحرك عربي. طب هنا لماذا لم تفهم إسرائيل رسائل السلام العديدة التي أرسلها العرب، ومنها رسائل التطبيع اللي قامت بها دول خليجية وغير خليجية؟ لماذا لم تستوعب إسرائيل هذه الرسائل وتحاول أنها تمشي بجدية في مسار عملية السلام؟ والله شوف أنا يعني أنا لن أتعرض لموضوع يعني اتفاقيات التطبيع أو شيء من هذا القبيل، لكن أنا شخصيا من واقع الخبرة الشخصية إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة. احنا لمسنا المرة الأخيرة يعني للسنوات الأخيرة عندما يعني التوازن العسكري المؤلم بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وإسرائيل ما وقفتش الحرب في رأيي الشخصي إلا لما حست إنه في ردع الصواريخ و مع إن هما الاثنين دفعوا ثمن باهظ. وبالتالي يجب العمل على إن احنا لا
يعني لا يتم إدراج الفلسطينيين يعني المتطرفين الإسرائيليين يدفعوهم إن هم يدخلوا في حرب تانية ودائرة عنف أخرى، لأن هذا سوف يكون له تأثير سيء على الجانبين، خاصة الفلسطينيين بيعانوا أزمات إنسانية واقتصادية وغيره، فمش ناقصين كمان كل هذا. طيب هنا نتوقف ونتحول إلى سيادة اللواء دكتور سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي ومدير الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة المصرية. سيادة اللواء دكتور، يعني بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، إلى ماذا تسعى إسرائيل؟ هل إلى فرض أمر واقع على هذا المسجد، أم أنها تريد أن تصل إلى عملية عسكرية في المستقبل القريب؟ أهلا بك الأستاذ عمرو ولضيفك العزيز سيد سفير الدكتور يوسف الشرقاوي. يعني فندم طبعا أنا حاسس أن الفترة دي هتبقى من أصعب الفترات اللي هتمر بيها القضية الفلسطينية. دي سادس ولاية لنتنياهو، وبنقول أنها أصبحت حكومة يمينية دينية متطرفة، وأنا برضو معاكم لما قلت في البداية أن اليسار ساعات كان بيبقى هو برضو أكثر تطرفا، إنما إحنا داخلين على فترة صعبة. أولا إنها مش عايزة تعترف إن حل القضية من خلال دولتين، ولكن هي عايزة دولة واحدة، وبالتالي دي أنا بعتبر إن هي أصعب ما في الموضوع حاليا. الحاجة التانية اللي أنا شايفه إنه برضو ليست هناك المصالحة الفلسطينية فلسطينية، ولذلك الغرب يقول لك أنا حاجة أتكلم مع مين إذا أنتوا مختلفين، هتكلم مع رام الله ولا مع حماس، وخاصة ان حماس كان الفترة اللي فاتت هناك يعني قرارات هتصدر من انجلترا بالذات باعتبارها منظمة ارهابية. فاحنا شايفين الموقف معقد، ولكن فرصتنا الوحيدة في المنطقة حاليا ان الرئيس جو بايدن وامريكا بترى حل القضية من خلال الدولتين. وعشان كده جاك سوليفان امبارح موجود في تل ابيب واجتمع مع الجانب الاسرائيلي، وطبعا طلب منهم التهدئة، لان طبعا هذه الحكومة عايزة تزيد حجم المستوطنات اللي موجودة في الضفة الغربية، ودي هتعمل مشكلة كبيرة الفترة القادمة. وانا كنت مبسوط من السيد اللي عمل مداخلة قبلية من مندوب الشرق الاوسط، كان في الشرق الاوسط في الارض المحتلة، هو بيتكلم ان فعلا حجم المستوطنات بدأ تزيد في الضفة الغربية دلوقتي. فعشان كده احنا لاجب ان نتخذ الفرصة بتاعت ان جو بايدن وامريكا واقفة معانا في موضوع حل الدولتين، واعتقد ان جاك سوليفان وصوله كان لحاجتين، موضوع القضية الفلسطينية وموضوع اسرائيل طبعا مع ايران، ودي خارج موضوعنا، انما لازم العرب يتخذوا فرصة. وعشان كده سيادة الرئيس عمل على هذا الاجتماع الاسبوع اللي فات، وكان موجود ملك الاردن ورئيس السلطة الفلسطينية، عشان التصرف مع الأوضاع الجديدة في إسرائيل والأرض المحتلة، وأنا أعتقد أنها ستكون متزايدة في الفترة اللي جاية، وقد نشهد بقى انتفاضة أخرى ويعني تصاعد في المنطقة. ولكن يمكن زيارة جاك سوليفان امبارح هناك أعتقد أنها كانت جاية للتهدئة وعدم إثارة الموقف، لأن إثارة الموقف هينعدم على المنطقة أو هينعكس على المنطقة كلها، ودي مش عايزاه امريكا في الوقت الراهن مع اللي بيحصل في روسيا واوكرانيا. طب التصعيد الاسرائيلي في الاراضي المحتله سياده اللواء دكتور، هل ده هو ورقه بنيامين نتنياهو الرابحه للاستمرار في السلطه واكتذاب اليمين المتطرف الى جانبه؟ طبعا كلام سيادتك صح 100%، وده اسلوب نتنياهو دايما، انه بيثير القلائل دايما عشان يضمن التعاطف معه من الشعب الاسرائيلي. وهذا الكلام عشان كده بقولك ان جاك سوليفان، عشان امريكا امبارح تحرك المستشار الامن القومي الامريكي عشان يجي المنطقة ويقابل السلطات في اسرائيل، ده لانها حست بكده ان انت حضرتك بتقوله هو ده كلام سليم، وهم عايزين يزيدوا من الانفعال داخل المنطقة، لان هو عايشين على كده. وطبعا زي ما انت قلت برضو من شوية موضوعات السيطرة على السلطة القضائية، ودي ما حصلتش، يعني بيقولوا انا دولة ديمقراطية ازاي وانت الحكومة عايز
تسيطر على السلطة القضائية. كل ده عايز يمسكها في ايده نتنياهو، عايز ان هو طبعا عشان يضيع القضية بتاعته المتهم فيها نقول الاتهامات المختلفة. فبالتالي طبعا الموضوع هناك حاليا مضطرب داخل اسرائيل، ويجب لكن احنا كعرب لازم نستغل ان امريكا ما زالت حتى الان، او بالذات جو بايدن بعكس ترامب قبليه، ترامب قبليه كان متفق انها دولة واحدة، ولكن يجب ان نستغل الاتجاه بتاع الحكومة الامريكية حاليا وجو بايدن بحل القضية من خلال الدولتين. بس ما ننساش يا سيادة اللواء دكتور ان جو بايدن قال لك احنا بنتبنى حل الدولتين، ولكن ما نقدرش نضغط على اسرائيل اكتر من كده. طبعا يعني طبعاً. الكلام يعني لا يحمل طبعاً. الجدية يعني انا اتمنى كده بس ما اقدرش اقول لك حاجة. يعني كلام حضرتك صح 100%، انما على الاقل احنا ناخد الحته دي بعكس ما ترامب كان بيقول. ترامب لقى دوله واحده ونقل بتاع السفاره للقدس، لا يعني ترامب بوظ الدنيا خالص، انما ده على الاقل بيتكلم بيقول نفس الافكار بتاعتنا فدي نستغلها. لكن انا شايف ان الاوضاع في الفتره اللي جايه مش هتصير مش هتبقى كويسه، وهيحصل في تصاعد، وارجو الا تزيد، ولكن يمكن زياره جاك سوليفان ممكن تهدي الاوضاع في الفتره القادمه. طيب يعني برايك كيف سيكون الرد الفلسطيني اذا ما تكررت اقتحامات المسجد الاقصى المبارك؟ الرد الفلسطيني زي ما سيادتك عارف هيبقى كلها زي الانتفاضه، هتبقى انتفاضه جديده، والانتفاضه الجديده قد تتصاعد طبعا باشتباك مباشر زي ما حصل في معركة غزة الرابعة والخامسة، والأسف ده هتبقى برضو طعن مشكلة تانية على مصر، لأن مصر هي العنصر العاقل الوحيد في المنطقة اللي بيقدر يتصرف. ولازم تبقى عارف برضو ان اسرائيل بتخسر من هذه المعارك اللي حصلت، لان طبعا النهارده غزه وحماس وبقيه المنظمات عندهم كميه كبيره من الصواريخ وبتاثر على اسرائيل. انما برضو نتنياهو بيحب يعيش على هذه المشاكل انها بتديله بقى شايفين انا اللي بحميكوا انا اللي بحقق لكم الامن، والفلسطينيين بيهاجمونا وبيضربونا. فالعمليه يعني اعتقد انها هتشهر توتر في الفتره القادمه، والفلسطينيين مش هيسكتوا، هنخش بقى في حرب غزه السادسه، ونبدا مصر بقى تخش من جديد عشان لكن انا بقول ان اهم حاجه المفروض تتعمل الفتره الجايه المصالحه الفلسطينيه. طول ما هناك انشقاق ودون ما هناك ليست هناك انتخابات جديده، ويجي يقعدوا عندنا في مصر مره واثنين وفي الجزائر ويقولوا وبعدين ما يتفقوش، فده طبعا بيضعف موقف القضية الفلسطينية. طب يعني سيادة اللواء دكتور سمير فرج، يعني امريكا كما نعلم جميعا اقامت الدنيا ولم تقعدها على غزو روسيا لاوكرانيا، بينما لا تحرك ساكنا الا قليلا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية، ويعني تنظر بعين الرضا من طرف خفي على ما تقوم به اسرائيل، حضرتك تقول ايه؟ لا الكلام حضرتك صح 100%، انا بنعتبرها الولايه الخمسين في الولايات المتحده الامريكيه طبعا، انما هي امريكا حاليا دلوقتي برضو مش عايزه تزيد اشتعال المنطقه، لان طبعا احنا كعسكريين دايما نقول ما بنحبش يبقى فيه هناك اكثر من جبهه مشتعله، لازم ان احنا لو في اتنين نثبت واحده ونركز على التانيه. هم عندهم مشكله اوكرانيا وروسيا، والمشكله النهارده بتتصاعد، وشفنا حصل ايه في يعني الاجتماع بتاع حلف الناتو. فبالتالي اعتقد وصول يعني جاك سوليفان للمنطقه بهدف تهدئه الاسرائيليين بعدم اثاره، لان زي ما حضرتك قلت ان هم عايزين يسيروا الفلسطينيين، والاثاره هتخش بقى في حرب غزه السادسه، هتوقف طبعا المنطقه، برضه تاثر على النفط. فعشان كده انما زي ما حضرتك بتقول فعلا ان امريكا بتقول كلام، لكن في ساعه التنفيذ طبعا بتقف مع اسرائيل وبتأيدها وبتقول كلام، لكن ما بتنفذوش على الطبيعه. سيادة اللواء دكتور سمير فرج المفكر والخبير الاستراتيجي ومدير الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة المصرية، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك شكرا جزيلا. برجع لسيادتك سيادة السفير دكتور يوسف الشرقاوي، ألمح على وجهك تعليقا ما، فتفضل. نعم، يعني كان حضرتك سألتني عن موضوع التوجه العربي أو دور العرب في هذه المرحلة. أعتقد أن دور العربي أيضا مهم، خاصة على الصعيد مبادرة السلام العربية التي طرحت منذ عام 2002 يعني شوف 21 سنة عمر ثاني يعني. نعم. طبعا يعني
الوقت ده من فروم ذلك الحين حتى الآن حصلت تطورات كثيرة و فلا أود الحديث عن تطوير هذه المبادرة وشيء من هذا القبيل، لان ده تطور في ايه سيد سفير دكتور؟ لا ما انا بقول لك مش تطور اللي عندك، وانت يعني ارسلت رسائل كتير، احنا عايزين السلام، عايزين الهدوء، عايزين التنميه، لكن الطرف الاخر لا يسمعه. ما هو عشان كده يعني لازم يكون في تحرك عربي نشط في هذه المرحله، وليكن مثلا على في رايي من مجموعه من الترويكا العربيه او لجنه متابعه عربيه للقضيه الفلسطينيه، متابعه لتنفيذ مقررات الجزائر في هذا الشأن، وخاصة تجاه الولايات المتحدة وأيضا الاتحاد الأوروبي. طبعا كان بودي أقول الرباعية الدولية، لكن الرباعية الدولية دلوقتي أعتقد أنها مشلولة دلوقتي، لأن الرباعية الدولية بتضم روسيا، فمش هنقدر نقول، وفي مقاطعة لروسيا فمش هنقدر نقول الرباعية الدولية في المرحلة الحالية، لأنها كانت بتقوم دور زمان يعني. لكن التحرك نحو الاتحاد الأوروبي من خلال بقى المؤسسات الأوروبية نفسها، نبني مثلا على الزيارة بتاع الاتحاد الأوروبي اللي تمت أمس للمسجد الأقصى، إن يبقى في تحرك للمفوضية نفسها، في تحرك أيضا لدى البرلمان الأوروبي، البرلمان الأوروبي له صوت مسموع للتأثير على الرأي العام الأوروبي والعالمي في إصدار قرارات لدعم القضية الفلسطينية ورفض دخول المتطرفين الإسرائيليين الى باحة المسجد الاقصى ومشاكل ذلك. هل دخول المتطرفين الاسرائيليين ساحة المسجد الاقصى يعني ويقودهم بن غفير هذا المتطرف الاسرائيلي، هل هذا ربما كان له خلفية اتفاق مع نتنياهو حتى يشارك بن غفير وجماعته في تشكيل الحكومة الاسرائيلية؟ ما هي يعني اطلق ايدي وانا هبقى معاك. ما هي اصلية دي كلها مساومات سياسية. يعني بيبقى في حلول توافقيه بينهم وبين بعض. يعني الدليل على كده ايه حضرتك؟ كيف يدخل هؤلاء الى باحه المسجد الاقصى وفي حمايه شرطه الاحتلال؟ هذا امر غير مقبول من وجهه نظر القانون الدولي على الاطلاق. وايضا في كمان استفزاز للجانب الفلسطيني والجانب العربي والجانب كل الناس اللي هي المحبه للسلام في العالم اجمع. ومن ثم التحرك كمان من لجنة ترويكا وزارية عربية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نستفيد من رؤية الإدارة الأمريكية الإيجابية في المرحلة الحالية، وأنها على الرغم من انشغالها بقضية أوكرانيا إلا أنها أيضا في نفس الوقت كما لمسنا يعني وفد من مجلس الشيوخ، واحد، اثنين المستشار رئيس الأمن القومي، الاثنين الى جانب التحرف في مجلس الامن لصالح القضيه الفلسطينيه. يعني نستغل او نستفيد من هذه الحركه وقوه الدفع الامريكيه، انه ايضا قوه دفع عربيه اكثر، طبعا في اطار من جانب مصر بشكل اساسي، ومثلا الجزائر والدول الاخرى حسب ما تتفق يتم الاتفاق عليها مع الجامعه العربيه، طبعا الى جانب فلسطين، الاردن، الدول بقى الأخرى التي تحب أن تشارك في هذا الوفد، مثلا المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات، المغرب طبعا عشان عنده لجنة القدس، وهكذا. ده في منتهى الأهمية للتحرك في المرحلة الحالية، ويعني على أساس أنه مع بداية الحكومة الإسرائيلية الجديدة وأيضا المخاوف الدولية مش فتة المصرية فقط في رأيي الشخصي، يعني أنه هذه يعني التحركات المتطرفة على الساحة في إسرائيل ضد الفلسطينيين ممكن تعمل استفزاز للجانب الفلسطيني وندخل في حرب سوف تكون لها تأثير مش فقط على الفلسطينيين وإسرائيليين، تبقى لها طبعا تأثير مؤلم أيضا. لكن يعني ده اللي سيد سفير معلش تفضل. يعني لماذا تراهن إسرائيل دائما على أن ردود الفعل العربية ستكون خافتة ومتواضعة ولن تحمل تأثيرا يضر بإسرائيل؟ يعني مع أن إسرائيل في السنوات الأخيرة كان لها تجارب مؤلمة مع الجانب العربي، يعني عندك حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله في لبنان واللي هي إسرائيل هزمت فيها فعلا وخسرت خسائر كبيرة، أيضا المواجهات بين إسرائيل وقطاع غزة الفصائل الفلسطينية، يعني شلت الحياة والحركة في إسرائيل، ومعروف أن إسرائيل لا تحتمل شل الحياة والحركة فيها لأيام كثيرة. لماذا لا تستوعب إسرائيل هذه التجارب
اللي هي المفروض مؤلمة بالنسبة لها. يعني على أساس أنه في رأيي الجانب المتطرف ما بيبصش لهذه المسائل، ما بيهموش، لأنه هو فاناتيك، هي دماغه قافلة على كده، قافلة على كده، وما بيفكرش غير زي ما احنا شايفين كل يوم يزود مستوطنات، يزود اعتقالات، يزود أعمال قتل. طبعا احنا بنتكلمش كمان عن بعض المتطرفين في كتاباتهم، لو عرضنا كتاباتهم في منتهى الخطورة، كتابات عن الفلسطينيين وما يقوله عنهم، يعني الأمر لا يعني لا نحب أن نتناوله، لأنه غير مقبول إطلاقا من وجهة نظر القانون الدولي ولا من وجهة نظر الدينية اليهودية حتى ولا الإسلامية ولا المسيحية. ومن ثم إحنا الوقت الآن أعتقد أن وقت يعني مهم جدا للجانب العربي يتحرك، لأن عدم التحرك في المرحلة الحالية يعني أن إحنا أمام كارثة قد تحدث ولها تأثيرات على المنطقة. الجانب العربي لمين؟ لأمريكا. لأمريكا. يروح يقابل الكونغرس. مشغولة بموضوع أوكرانيا لشريتها. لا أمريكا. وأمريكا يعني قد تعطي كلاما معسولا ولكن التنفيذ يعني على الأرض صفر. يعني برضو نعم، لكن برضو يعني أنا كدبلوماسي أو كسفير وأخبر حضرتك أشوف الإجراءات اللي خدتها أمريكا خلال الثلاث أيام الماضية إجراءات إيجابية. نعم. أبني عليها. الوفد الكونغرس. محدش قال لها ما تخليش دولة يحضروا المتطرفين. هذا إيجابي. وأيضا بالنسبة لزيارة وزير الأمن القومي الأمريكي. أيوه. أو مستشار رئيس الأمن القومي. يعني حبذا بقى يطرح الجانب العربي رؤى أخرى من جانب يعني تشجيع عملية السلام إزاي، استئناف مفاوضات بين مصر وبين الإسرائيليين والفلسطينيين مثلا في شرم الشيخ أو ما يتفق عليه الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني في هذا الشأن. المهم تحريك الموقف. وأمريكا قد يعني في رأيي لو تأخذ إجراءات أخرى يعني تصاعدية. أمريكا عندها أدوات كثيرة. ده إذا أرادت تستخدم هذه الأدوات، هي عندها أدوات كثيرة وعديدة جدا جدا، ولكن أنا عندي بس مش عايز أستخدمها يعني، أو لا زي ما استخدمت مش عايز أجرح مشاعر إسرائيل. ما هنا يعني لازم أن أنا أسمن الخطوات التي أخذتها، عشان احنا بنتكلم كلام دبلوماسي على على الترابيزة. يبقى أولا نسمن الخطوات التي اتخذتها خلال الأيام الأخيرة. نمرة اتنين نطلب بقى يبقى في تحركات، وإذا ما كانش في استجابة سواء من جانب الفلسطيني أو الجانب الإسرائيلي. يعني الجانب الفلسطيني برضو ما هو في مشاكل له مع الولايات المتحدة فيما يتعلق، والجانب الفلسطيني في مشاكل بينه وبين نفسه، يعني الانقسام الفلسطيني اللي كلنا عارفينه، اللي هو إسرائيل بتتحجج دايما وتقول لك أنا ما عنديش أو مش لاقي شريك فلسطيني أتفاوض معاه. طبعا على الفلسطينيين أن ينظموا صفوفهم وأن ينحوا الفرقة. نعم. والخلاف جانبا، لأن الفرقة والخلاف تهدم وتهزم أي قضية عادلة. عشان كده أنا بدأت في الأول قلت الحركة الوطنية الفلسطينية يجب أن توحد صفوفها. نعم. ده رقم واحد. نعم. يعني للأسف وقتنا انتهى سيادة السفير، يعني نورتنا وأسعدتنا جدا بهذا الحوار. سيادة السفير الدكتور يوسف الشرقاوي مساعد وزير الخارجية السابق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والمتخصص في الشؤون العربية والدولية، نورتنا. متشكر يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، والشكر وتحية موصولة لكم مشاهدينا في كل مكان. نلقاكم دائما على خير إن شاء الله. في أمان الله.